بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو هذا نشرح طريقة استخدام التعاملات الإلكترونية بما فيها الإجازة الإلكترونية. طبعا استخدم محرك البحث جوجل كروم عادة لأنها قد يكون الأفضل والأسهل. طبعا ندخل على أيقونة الإيميل الإلكتروني، ندخل كلمة المرور. طبعا الخانة هذه مخصصة لاسم المستخدم، بعدها كلمة المرور، تسجيل دخول، يفتح معنا تلقائيا الإيميل، نموذج طلب الإجازة، عفوا، طبعا نموذج طلب الإجازة، نفتح النموذج. طبعا النموذج له خطوات، عدة خطوات، تبدأ من موظف، بعدها الرئيس المباشر، بعدها المساعد المعني، رئيس مباشر رئيس القسم أو مدير المركز أو المساعد المعني، بعدها مدير القطاع، شؤون الموظفين، الاتصالات الإدارية، المساعد المعني، رئيس مباشر رفع المباشرة. طبعا النموذج هذا ما تقدر تعدل عليه ولازم تحتفظ فيه، يعني كرئيس قسم كمساعد، وترسل الموظفين التابعين حسب الهيكل التنظيمي أو الإدارات التابعة حسب الهيكل التنظيمي. طبعا أنا أحتاج مثلا إجازة، نأخذ إعادة إرسال. طبعا نموذج مرفق، الأشياء هذه مرسلة أنا أحذفها ما أحتاجها، هذه في الرسالة الأصلية. طبعا النموذج الآن قابل للتعديل، مثلا نضيف الاسم، رقم الحاسب مثلا، الوظيفة، مسمى الوظيفة، الجنسية، مكان العمل، المغطي، نهايتها، بدايتها، مدة الإجازة، نوع الإجازة. أنت لما تضيف المغطي هنا، اسم المغطي مثلا زميل في القسم أو الشخص اللي يقوم بعملك أثناء الإجازة، تعمل له نسخة هنا، تعمل له نسخة من الرسالة اللي أرسلتها. طبعا هذه قابلة للتعديل، سعادة المكرم رئيس مدير مشرف، تقدر تعدلها على حسب مسمى رئيسك المباشر، من المكرم مدير المركز مثلا صحي، مثلا البتيلة مثلا أو الرجال أو الشعبين، رئيس مثلا رئيس قسم، مدير إدارة مثلا مدير شؤون موظفين مثلا، أو مشرف الأقسام اللي عليها إشراف في المستشفى مثلا. طبعا سعادة مدير القطاع الصحي. طبعا هذه تكون ثابتة، يعني ما في داعي تعدل فيها، كل البيانات موضحة فيها. طبعا بريد الكتروني بريد خاص فيك انت كموظف، تدخل بريد الكتروني الخاص بالموظف المرسل من الوزارة، بعد ما تكتمل العناصر، عناصر نموذج طلب إجازة، نختار الشخص اللي انت تبغى ترسلها له. انا والله مثلا ارسلها مثلا للمساعد المالي والاداري بحكم اني اتبع لك مراقبة مخزون مثلا، استاذ احمد مفرح. هذا ايميل مسجل محفوظ عندي في جهة الاتصال، استاذ احمد مفرح زميلي في القسم اللي بيغطي مثلا العمل، اعمل له نسخة مثلا. في خيارات هنا تكون يعني ذات أهمية، إذا أنت مثلا طالب إجازة اضطراري أو طلب إعلان بقراءة هذه الرسالة. طبعا من أول ما تختار الأيقونة هذه تضغط موافق، يجيك مثلا الوقت اللي فتح فيها الأستاذ أحمد الإجازة. بعد ما الخيار هذا نختار إرسال، وكذا تكون يكون نموذج طلب الإجازة أرسل للمدير مثلا الرئيسي المباشر مثلا اللي هو المساعد الأستاذ أحمد فرح، مساعد مالي وإداري. بعده هو يكتب عليها بالموافقة مثلا في الخانة هذه، تجي رسالة مثلا
بالطريقة هذه يكتب عليها موافق أو غير موافق. ويعيد توجيهها، مثلا يرسلها مدير القطاع الصحي، مدير القطاع الصحي يوجهها شو موظفين. طبعا هذا ما يخص الإجازات. طبعا في بعد الإجازة اللي هو مباشرة، نموذج مباشرة، نفس الطريقة نستخدم نفس الطريقة. نموذج مباشرة موظف، طبعا يجينا باليكون هذه قبل ما تعبي العناصر. طبعا هذا غير قابل للتعديل كما ذكرنا سابقا. تختار إعادة إرسال، بعدها تعبي العناصر ويكون سهل التعديل في النموذج، في النموذج الأصلي. بعدها رئيس القسم، الاسم، بريد إلكتروني، طبعا ترفع لشؤون الموظفين، مدير شؤون الموظفين. بعد ما تعمل تكمل العناصر، موظف عندك أو أحد العاملين عندك، تاريخ مباشرة، نهاية بداية الإجازة، نهايتها، مدة الإجازة، نوع الإجازة، متجاوز مدة الإجازة، غير متجاوز. طبعا أنت تقدر تحذف، مثلا الرجل أو الشخص اللي أخذ إجازة ما تجاوز المدة، تقدر تحذف هذه، يكون أو عفوا يكون من غير متجاوز، ضيف هنا غير متجاوز المدة، غير متجاوز مدة الإجازة. مثلا كما ذكرنا سابقا الرقم الصادر، تاريخ المصدر، هذه تخص الأقسام اللي فيها صادر أو وارد بالقسم، كالمراكز الصحية، كبعض الأقسام عندنا هنا في مثلا في المستشفى. بعدها تختار الشخص اللي ترسل له، مثلا مدير شؤون الموظفين بالقطاع الصحي، وتضغط إرسال. هذا ما يخص النموذج مباشرة. فيه نموذج يحالها باسم، النموذج هذا أنت مثلا تحتاج مثلا القسم، مثلا تحتاج مخاطبة مساعد مثلا. طبعا هذا الفورم جاهز منشأ سابقا، تقدر تعدل عليه، اسم، رقم الحاسب، رقم الوظيفة، أو عفوا كما ذكرنا سابقا تعمل له إعادة إرسال، يجيك بالطريقة هذه، تقدر تعدل عليه في الحالة هذه. إضافة الاسم، رقم الحاسب، الوظيفة، الجنسية، مكان العمل، هذه فيما يخص التعاملات أو المرافعات الإلكترونية، إحالات داخلية الأقسام تعنيها، مثلا طلب معين تحتاج مثلا رفع معوقات لديك بالقسم مثلا أو في المركز الصحي. من أول ما تعبي النموذج هذا تختار من هنا الشخص المعني والشخص اللي ترغب بإرسال رسالة، نسخة، إضافة نسخة لأي شخص. بعدها اختار من الخانة هذه إرسال، كذا ترسل معاملتك للشخص اللي تود ترغب أنه يستلم مثلا الرسالة. هذا نموذج تعاملات كذلك إلكترونية، بدل ما مثلا تستخدم الطريقة التقليدية، الطريقة الورقية، تستخدمها بالنموذج هذا في حالة انك تحتاج مخاطبة مثلا مدير القطاع او مساعد، احد المساعدين، تقدر تعدل عليه. الفورم جاهز، المساحة هذه كلها مساحة تقدر تضيف فيها اي حاجة تحتاجها. نكبر اساس تكون واضحة، المساحة هذه تكون ان شاء الله كافية بانك تضيف عليها اي شيء، والنموذج قابل لانك تزيد بقدر الامكان اكبر عدد، اكبر مساحة كافية ان شاء الله. يعني لو نجرب المساحة هذه تكون كافية لارفاق اي مثلا محضر، اي معاملة، اي طلب مثلا القسم. من هنا تختار، تقدر تعدل، تبغى ترفع مثلا سعادة مدير القطاع الصحي، تبغى ترفع مثلا احد المساعدين، مخاطبة مثلا من مركز صحي لمركز صحي اخر، تستخدم النموذج هذا. هنا الرقم الصادر، تاريخ ومصدره، وكما ذكرنا سابقا تختار من هنا الشخص المعني. طبعا هذه عادي بامكان اي شخص يمسحها، جتني انا لسه ما حفظت النموذج
نسخة عندي. في الحالة هذه أنت تضيف الكلام اللي تحتاج أو العناصر اللي تحتاجها، بعدها من يكون هذه تختار الشخص اللي ترغب بإرسال الرسالة، بعدها إرسال. في حالة أنك مثلا ما استكملت العناصر وتحتاج الرسالة هذه فيما بعد، تختار حفظ مباشرة. بعد ما تحفظ الرسالة تجيك الرسالة هذه في العناصر أو المسودات، رسالة كما أنشأتها، تكمل العناصر في أي وقت. بعدها بعدها تعملها إرسال، إرسال أو إعادة توجيه. طبعا هذه الأربع أشياء اللي قد تكون ذات أهمية وتحتاج شرح، يعني اللي هي نموذج التعاملات الإلكترونية اللي تكلمنا عنها، النموذج هذا نموذج حالها باسم، اللي هو اللي حالها هذه يكون فيها الخانات اللي تخص الاسم ورقم الحاسب، نموذج مباشرة من إجازة، هذا مهم جدا ضروري جدا. الآن أغلب الموظفين صار يستلم رسالة بعد رفع مباشرة تلقائيا من موقع الوزارة، نموذج إجازة. طبعا هذه تكون مرفقة بنفس النموذج للتوضيح، أنا موظف أرفع عن رئيسي مباشرة مثلا، أعرف الخطوات اللي تمشي فيها إجازتي. وصلى الله